ثورة من درواش يلعبها مع ميدي بالعيد في مكان مناسب للتسديدة. الهدف الأول لصالح خمس دقائق بعدها هجوم معاكس من شبيبة الثورة. الخطير أيمن الحمري يتمكن من تعديل الكفة بهدف جميل ومن وضعية صعبة لينتهي الشوط الأول. الثورة من درواش يلعبها مع ميدي بالعيد في مكان مناسب للتسديدة. الهدف الأول لصالح خمس دقائق بعدها هجوم معاكس من شبيبة الثورة. الخطير أيمن الحمري يتمكن من تعديل الكفة بهدف جميل ومن وضعية صعبة لينتهي الشوط الأول.